بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما كنا اشتغلنا في الباينري فايلز كان عندنا مشكلة إن احنا نخزن السترينج، كان عندنا مشكلة أزمة إن احنا نقدر نخزن، كان بنستخدم الأري باينري، باينري أري وبنحول، لكن ما بنقدرش نشتغل على الأرقام الأكبر أو السترينجز. طبعا في حل، طبعا بيبقى الحلول أغلبها بتبقى حلول خارجية، يعني قصده بباينري، قصدي بلايبراري خارجية، تمام. ففي لايبراري كده نستخدمها عشان نحل المشكله دي على السريع، اسمها بيكل. خلاص، بيكل بتعمل حاجات كتيره قوي بتساعدنا في الملفات. انا هخليها بس تساعدنا في حته الليست اللي هي سترينج دي، ان احنا عايزين نغير فيها. فلو قلت له امبس دي مثلا ليست، وقلت له مثلا عندي عادل وعندي علي وعندي مثلا سيد، اي حاجه، فدي اسماء الناس، سترينجز از اري فيها نصوص، وانا عايز ايه احطها في فايل باينري. فهقول له ويز اوبن، واكتب مثلا امبس دوت بن باينري، وهقول له طبعا ده انا فاتحها للرايت از باينري، وهقول له في الاخر از فايل، تمام كده، تمام. هو يفتح كده للكتابه، عايز اكتب فيها، بكتب باستخدام الايه البيكل. فالبيكل هتعمل لي ايه؟ هقول له بيكل دوت دمب. دمب هي اللي بتعمل لي الايه القصه كلها. تلاحظوا ان انا بعمل دمب، قال لي اديني الاوبجكت، وبعد الاوبجكت اديني الفايل اللي انت هترايتر فيه. فقلت له الاوبجكت اسمه امبس، ده الاوبجكت اللي احنا عايزين نشتغل عليه، كوما، قال لي اديني الفايل اللي انت هترايتر عليه. قلت له الفايل اللي انا هرايتر عليه سميناه فايل، ده الفايل اوبجكت اللي هو الجميل ده. خلاص، وبالشكل دوت احنا نكون بس إذن رايتر الشكل بتاعنا. لو ممكن أقول له برنت، وخلاص مسج كده عشان نبقى عرفنا إن الموضوع انتهى. وتعالى بينا إيه نرن الإكزامبل 21. قال لي فايل كريتد سكسسفلي، كان اسمه ايه؟ اسمه امبس. راح وير مش لاقي في اول اكزامبلز، عشان امبس في اول كلمه اكزامبلز. طبعا لو رحنا، طبعا احنا ممكن يبقى في بعض الحروف الريدابل اللي هي الانجليزيه العاديه، لكن هو بقى باينري، يعني بقى متقفل باينري، واقدر اقرا باينري واسجله باينري. فتلاحظوا ادي الايه بقى برضه، مش لو اي لمسه الفايل ده بيبوظ، لو اي حاجه اتلمست في الفايل ده، الفايل ده بيبقى بايظ، بيبقى اكسبايرد. فانا كويس جدا، انا هاخد نفس القصه دي كده واقول له طب انا عايز اريد الفايل ده بقى، ارجعه لاصله تاني، اراك كباينري فايل يعني. ف بيكل هنستدعيه عادي. هنا امبس دي بالنسبه لي مش هتنفعني دلوقتي، انا عايز اوبن الفايل ده ده ده, ده, ده. بس مش للريد، للرايت، انا هعمله للريد. هذا فايل عادي جدا. و امبس هنا هتبقى هنا، اقول امبس بتساوي و بيكل بقى مش دمب، بقى دمب بتقفل لود، تجيب لك من الفايل اللي انت عايزه، هتجيب لي بقى من الفايل بتاعي اللي انا ايه اللي انا عاوزه. طبعا ممكن اطبعه بعد كده براحتي او اي شيء، يعني ممكن اقول له برنت امبس، ومش محتاجين بقى برنت كريتد والكلام ده. تعالى بينا ايه نجرب. اما جينا نقرا، رجع لي كل حاجه لاصلها، عادل وعلي وسيد كده، قدرنا نتعامل مع الباينري فايلز والتكست في الباينري فايلز. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.